وهنأت طبعا كمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. عايزين طبعا احنا كل يوم كل سنة وانتم طيبين وكل العالم العربي بخير. ثورة يوليو المجيدة، بنحيي كل اللي ضحى عشان مصر والأجيال اللي بعد كده اللي ما زالت بتضحي عشان أمن مصر وأمن جيرانها من الأمة العربية كلها.